إذن ينضم إلينا من دبي رائد الخضر كبير استراتيجية الأسواق في إيكويتي جروب. رائد، أسعد الله أوقاتك. يعني دعنا طيب الله يسعد أوقاتك. دعنا نعرج مبدئيا على بريطانيا، يعني قبل الدخول في التفاصيل وما يحدث فيها من تحولات في وزارة المالية. رأينا تداعيات كبيرة على التوجه من جاء سلف ربما لوزير المالية الجديد فيما يتعلق بالضرائب غير الممول التي أثارت الهلع. إلى أي مدى هم قادرين على استعادة والإمساك بزمام الأمور؟ يعني بداية غير موفقة كانت للاستراتيجية مالن، يعني يبدو من وقائع الأمور حتى الآن أن عملية تمويل تخفيضات الضرائب التي كان ينوي رئيس وزير المالية السابق القيام بها لم تكن مضبوطة كما ينبغي. بمعنى آخر، عملية التمويل تركت الكثير للتأويلات السلبية، ومن هنا وجد المستثمرين ضرورة بيع السندات البريطانية. وبشكل مفاجئ كانت عملية سيل أوف على السندات البريطانية أودت بنهاية الأمر إلى قيام البنك المركزي البريطاني بالتدخل بشكل مباشر في محاولة لإنقاذ السوق السندات البريطانية. وطبعا نحن نتحدث عن صناديق المعاشات، والكثير من يعني الأصول كانت مهددة بشكل كبير جدا في المملكة المتحدة. الآن مع وزير المالية الجديد هانتر، أعتقد هانت سوف يكون تركيزه بشكل أكبر على ضبط الميزانية دون أن يكون هناك مبالغة في عملية اقتطاعات الضريبية. تحاول الحكومة الجديدة مع ليز تراس أن يكون فيها يعني الإبقاء على يعني دعايتها الخاصة المرتبطة بالتخفيضات الضريبية، ولكن يجب أن يكون هناك تمويلات متزنة وليس الاعتماد بشكل مفرط على عملية الإقراض. هذا الأمر تم وصفه اليوم في الأسواق بعودة وارتفاع طفيف في الجنيه الاسترليني واستعادة الثقة نوعا ما، ولكنها مؤقتة مرتبطة بشكل كبير بالمعطيات الجديدة التي يأتي بها وزير المالية الجديد والحكومة كذلك. الأمر إذا ما كان هناك يعني وضوح أكبر في الخطة المالية بالفيسكال بوليسي المرتبط في المملكة المتحدة، حتى يكون هناك استقرار في كلتا السياستين، خصوصا أنه التضخم لا يزال ينهش في الاقتصاد البريطاني بمستويات عالية جدا، ويحتاج تحفيز على المستويين المالي والنقدي في آن معا. الآن مضطر أن يكون يعني تشديد في السياسة النقدية. الآن مضطر البنك المركزي أن يقوم بعملية أو قام بعملية شراء للسندات انتهت يوم الجمعة. الآن توقف عملية شراء السندات، أي التحفيز الآني توقف، بالتالي شفنا الجنيه الاسترليني عم يرتفع. يكمح ارتفاعات الجنيه الاسترليني قوة الدولار الأمريكي حقيقة في الوقت الراهن. هذا نعم رائد، لكن لو نظرنا فيما يتعلق بالعملة الخضراء والأسبوع الحاسم فيما يتعلق الأسبوع الماضي وبيانات التضخم والتي أعطت المبرر الآن للفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة، عم نشهد اليوم هناك تراجع في بعض الزخم على الشراء على العملة الخضراء. برأيك ما هي الأسباب في هذا الأمر، وما هي توقعاتك أيضا للدولار في الفترة المقبلة؟ يعني الدولار الامريكي اعتقد حاليا عند ال 112، يقترب من مستويات ال 113 اجمالا، لا يزال مستقر عند نفس المستويات. وضع الاقتصاد الامريكي بعيد نسبيا يعني بالمقارنه مع باقي الاقتصادات العالميه عن الريسيشن او عن الركود، نتيجه انه عندهم سوق عمل ممتاز جدا يعني من الناحيه التوظيفيه، ومعدلات بطاله منخفضه بشكل كبير، معدلات التضخم تنخفض ولكنها يعني لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها في 40 عام. هذا هو المؤرق الحقيقي نوعا ما في الاقتصاد الأمريكي، أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة عند 8.2، لكن إذا حللنا بيانات التضخم بنشوف أنه نحن عندنا تراجع من 8.3 إلى 8.2، يعني يوجد تحسن بعض الشيء. ودائما يعني نحن من أيام كان التضخم دون مستويات 2% نعلم تماما أن مكافحة التضخم الجامح أصعب بكثير من التضخم المنخفض. يعني بمعنى آخر، عملية التضخم الجامح تحتاج إلى مدة زمنية طويلة وإلى إجراءات تشددية. نعم. في وقت هذا الإجراء التشددي يخنق النمو الاقتصادي. نعم الرائد، يعني الذهب، دعنا نتحدث عن المعدن الثمين،
والذهب خرج وذهب ولم يعد إلى مستويات 1700 دولار للأونصة رغم ارتفاع معدلات التضخم التي أقرها الجانب الأمريكي وذكر بأنها مستمرة ورفع معدلات الفائدة. هذه الظروف تخدم الذهب من المفترض يعني حسب المحتويات العلمية، لكن ذلك لم يحدث. إلى أي مدى تتوقع استمرار هذا الأداء السلبي حتى نهاية العام؟ وصفت ارتفاعات اليوم في الصحافة بما يسمى بالديد كات باونس، واللي هو ارتفاع مؤقت ضعيف في ظل اتجاه عام هابط. الذهب لم يغير الاتجاه الهابط حتى الآن، لا يزال تحت الضغط بالاتجاه الهابط. ممكن نشوف مستويات حتى دون ال 1600 دولار للأونصة، وذلك استكمالا للسؤال السابق أن الدولار لا يزال قوي ومرشح أن يعود مرة أخرى إلى أعلى مستوياته تاريخيا عند ال 120 إذا ما استمر سيناريو تشديد السياسة النقدية ورفعات أسعار الفائدة. وفي نفس الوقت عندي إعلانات الأرباح في الوقت الحالي التي لا تزال تظهر مثلا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أنه سوق الـ 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 أو سوق الأسهم جيد على الرغم من الأرباح أقل من السابقة ولكنها أعلى من التوقعات، أي أن وقع الأزمة أقل. يوجد مجال للاستثمار ويوجد مجال يعني تجنب أن يكون في عنا البحث عن العائد الخالي من المخاطرة، فهذا عم يضع الذهب تحت ضغط إضافي ومستمر ممكن يوصل إلى ما دون 1600 دولار للأونصة. نحن نشكرك رائد حامد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا.